اليوم الدراري كانوا في الموعد، قدموا مباراة هائلة، مباراة كبيرة كيف عاهدناهم. الحمد لله، اللهم لك الحمد. واخا خسرنا بجوج تاحوا لنا فرص ما قدرناش نترجموهم الأهداف. هما استغلوا جوج أخطاء ماركاو علينا في الدقيقة الرابعة كنظن، واخا هكاك اللعابة جارة والمقابلة وبغاو يتعادلوا وما كتبش، جاونا فرص ما قدرناش نرجعوهم الأهداف. فالمنتخب المغربي اليوم كان قوي وقدموا مقابلة زوينة ورائعة. كنشكرهم على هذه الروح القتاليه وهذا لاكرينتا هذه، وكنبغي نهنيهم ونهني الركراكي، وكنبغي نشكر جميع الدول العربيه على المسانده ديالهم المنتخب. فهذا بالنسبه للوصول ديالنا، غير الوصول ديالنا للمربع الذهبي فهو انجاز كبير، ماشي غير بالنسبه للمغاربه، بالنسبه للامه العربيه والاسلاميه، وحنا جد فخورين الحمد لله. هذه هي كره، ديما فريق منهزم وفريق خاسر، والحمد لله ربحنا فريق كبير كما كتشوفوا ومدرب كبير، والقادم احسن ان شاء الله، القادم ان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله. وديما مغرب، ديما مغرب، وديما ان شاء الله الدراب، وديما غيبقى مهزوز الفوق ويفوق ان شاء الله. صراحه انا باقي مأثر بهادشي اللي وقع معاه. كانت الامنيه ديالي انا المنتخب الوطني يمشي للفينال، صراحه هذه كانت امنيه ديالي، ما كنتش انا باغي الكاس ولكن نمشيو للفينال رغم الاخطاء. وبزاف د اللعابه ما كانوش، اللي كانوا مصابين سيسو سيسو اغرد بقاش بلاصتهم كبيره، حتى الحكم ما نصفناش ضربه جزاء بروميير ميطا، والدراري داروا مجهود كبير وشكرا. حنا راه كنا نستاهلوا نكونوا في الفينال، حيت حنا جينا في مجموعه صعيبه وكانوا ربحنا البرتغال واسبانيا، ماشي بالسهل تربحهم. وانا بقى في الحال صراحه ما لحد الان باقي عيني باغي نبكي داخل ديالي، فرحان لان المنتخب وصل هذا الشيء، ولكن ما تنتمنى في كاس افريقيا ما يخيبناش الظن ويبقاو مهلين في الدراري الصغار، وان شاء الله نربحوا وندو كاس افريقيا بعدا، والعربي يمشيوا على المسيره اللي مشي بها المنتخب. وديما المغرب، وشكرا لقطر والناس الجمهور العربي ككل اللي ساندنا، وشكرا. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، ما علي الا نقول الدراري برافو عليهم. كان بامكاننا ندوزوا لا فينال، ما كناش ضعاف، كان بامكاننا ندوزوا لا فينال. لا فرنسا الخبره ديالها وانها بطله العالم، هذا الشيء كاع عاونها باش ربحت اليوم صراحه، زائد التحكيم تا هو عاونها حتى التحكيم. فالحمد لله ربحنا، حب ديال الجماهير العربيه الكبيره اللي ساندتنا، انت قاعد العرب كاملين اللي درت في هذا القميص هذا ساندونا الحمد لله. ما كتبش، المهم علينا نفكروا في مباراه كرواتيا، ما نعيروش اللعابه، هذا هو جهدنا، وراه ما كاين غير المغرب. وشكرا. بلاصه هي غنبقاو مفتخرين دائما باسود الاطلس، كيبقاو اسود، شنا انهم قدموا اداءات اكثر من رائعه، لن ينساها التاريخ ولقد سجل التاريخ، وان شاء الله غادي يكونوا انتصارات من هنا لقدام. ليسونسييل سي كو غيرنا العقليه، ثقنا فيهم اكثر وغنبقاو نثقوا فيهم، لا يهم جبنا الكاس ولا ما جبناش الكاس، اكثر ما يهم اننا يعني وصلنا المربع الذهبي، وصلنا واحد الفكر ان المغاربه قادرون ويحلمون وسيفعلون ان شاء الله. شكرا. غنبقاو ديما مغرب، تبارك الله كانوا ابطال وبرهنوا اليوم على انهم فعلا ابطال، نفسوا بطل العالم ديال 2018، هذه ماشي سهله. الحمد لله شرفونا وكان اداء تاريخي ودخلنا في التاريخ، وهزوا الرايه المغربيه وهزوا شرفوا العرب والمسلمين، الحمد لله هذا في حد ذاته انجاز. وغنبقاو ديما فيف لو ماروك، وغنبقاو ديما ورا المنتخب المغربي. شكرا للركراكي وليدات، وشكرا للجمهور المغربي والعربي، وان شاء الله ديما مغرب.